الهضره وتقلب فيك ما تبكيش قول ده مكتوب ياي الظلم صعيب وانت يا شكيت سمعت الهضره وتقلقت مني سمعت الهضره وتقلقت مني مكتوبة أغنية للفنان الراحل الشاب حسني من أدا محمد أمين وآية آية اللي غدرت المسابقة محمد أمين اللي مازالوا في مسابقة المدرسة. شكون يتفضل معايا؟ الحاج تفضل معنا. أولا الرحمة على الشاب حسني ونتمنى اللي نصيبه صوت من الشباب ما نقولوش يعوضه ولكن على الأقل يكون في مستوى إحساسه في المستوى اللائق إن شاء الله. بالنسبة للأغنية والأداء محمد أمين وآية من أحسن الأصوات في هذا الطبعة السادسة على فكرة. آية نشكرها شكر خاص للروح الرياضية العالية حتى ولو خرجت من المنافسة في البرايم الأول الله أعلم في البرايم الأول صح. نعم اجتهدت وخدمت وما فقدتش الأمل ورأي ذرك من أحسن الأصوات والأداء
في أحسن ما يكون. بارك الله فيكم أولادي وإلى الأمام. شكرا جزيلا. شكرا للجنة التحكيم وتحية للثنائي. برافو، تفضلوا.